تمكنت قوات دفاع شبوة مسنودة دم قوات العمالقة الجنوبية من تطهير مدينة عتق من القوات المتمردة على السلطة الشرعية بعد معركة حامية الوطيس استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة. التقرير التالي يوضح تفاصيل المعركة. بعد معركة ضارية استمرت لساعات منذ منتصف ليل الأربعاء، تمكنت القوات المسلحة الجنوبية بمحافظة شبوة بإسناد من طيران التحالف من السيطرة على العاصمة عتق ودحر المتمردين فلول ميليشيات الإخوان من المحافظة. مصادر عسكرية قالت أن المعركة استخدم خلالها المتمردين تعزيزات من مأرب ووادي حضرموت، واستخدم فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إلا أنها منيت بهزيمة نكراء، وسيطرت القوات الجنوبية على معسكر الشهداء وثلة الكدس ومواقع متفرقة للقوات الموالية للإخوان، وهرب خلالها المتمردين مشتتين تاركين وراءهم عشرات الجثث، بينما اتخذ الآخرين من قوات اللواء 21 طريق المصينعة طريقا لهروبهم. محافظ شبوة عوض ابن الوزير كان قد ناشد في وقت سابق أبناء المحافظة بإيقاف نزيف الدم وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار المحافظة، إلا أنهم لم يستمعوا لندائه، فعمد إلى إرسال برقية إلى القادة العسكريين والأمنيين في المحافظة بإيقاف إطلاق النار فورا، وداعيهم للمرة الأخيرة بالعودة إلى جادة الصواب، ما لم فإنهم سوف يتحملون تبعات التمرد ونتائجه، ما جعله يتخذ القرار بتنفيذ عملية عسكرية مضادة لفرض الأمن والاستقرار في المحافظة للحفاظ على أرواح وممتلكات المقيمين على أرضها. القوات الإخوانية وهي التي تنفذ إملاءات الجماعة الحوثية المارقة في تخاذم عسكري فضحته معارك شبوة للمرة الثانية، وتلقت الميليشيات ضربات موجعة وانكسرت شوكتهم، وبتطهير شبوة من فلولهم فقد نجحت القوات الجنوبية بتأمين الشريط الساحلي للمناطق الجنوبية وبدء مرحلة جديدة نحو تحرير المناطق المحاذية لشبوة باتجاه وادي حضرموت.